اللقاء ديال اليوم هو لقاء اللي كيدخل في الاطار ديال اليوم العالمي لحمايه المستهلك، واللي هذه السنه هذه اختير له عنوان الذكاء الاصطناعي العادل للمستهلك. وهذا العنوان ما جاش اعتباطي، ولكن ارتكازا على التعامل اللي هو ولا كيتعاملوا به جميع المواطنين عبر العالم، خصوصا في الانترنت. ملي كنتكلموا على الانترنت وكنتكلموا على العولمه، فاكيد كنتكلموا كذلك على الذكاء الاصطناعي اللي هو ولا واحد الاداه اللي هي ولات كنظن من الادوات اللي ما يمكن لناش نستغناو عليها، لا في الوقت الحالي ولا في الاوقات اللي غادي تجي. فالذكاء الاصطناعي غادي وكيدخل الحياه ديالنا كأداة اللي غادي تمكننا من اننا نتعاملوا مع جميع القطاعات بما فيها الصحة والتعليم والتجارة وكذلك جميع الأنواع. هناك غادي يكون كذلك الذكاء الاصطناعي اللي كيسير هذه الأمور هذه، واللي حقيقة الإنسان الخالق لهذا الذكاء الاصطناعي وصل بنا اليوم أننا نعرفوا على أشنا هو الذكاء الاصطناعي، وكيفاش يمكن لنا نحميو المستهلكين من هاد من الذكاء الاصطناعي اللي يقدر يكون ذكاء اصطناعي ضد الحقوق ديال المستهلكين او لا ضد الرغبات ديال المستهلكين. فملي كنتكلموا على هذا الشيء عندنا ثلاث نقاط اساسيه اللي مهمه. النقطه الاولى هي الحذر من التعامل بالذكاء الاصطناعي في الفيك نيوز، في هذه الاخبار الزائفه. ثانيا الذكاء الاصطناعي والمعلومات الشخصيه، وكتعرفوا بانه الذكاء الاصطناعي السرعه ديالو باش كيمكن يجمع المعلومات فهي اكبر بكثير من السرعه ديال الانسان. وبالتالي واش كاينين شي حمايه لهاد المعلومات الشخصيه للافراد ككل. المستهلكين كيجيو كطرف، ولكن للافراد ككل واش كاينه شي حمايه اللي غادي تمكن اننا نحميو هاد المعطيات الشخصيه ديال الافراد من بعض الاستعمالات على طريق الذكاء الاصطناعي، وتقدر تكون هذه الاستعمالات كتجيب ضرر للمستهلكين. والنقطة الثالثة كذلك هي النقطة اللي كتهم القوانين، اللي هي خاصة تكون تحمي المستهلكين في هذا الباب هذا، والعمل على أو السهر على إيجاد تشريعات وقوانين اللي هي كتواكب هذا القطاع، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى العالمي.